بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب المرحلة الثانوية الصف 11، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا. درسنا لهذا اليوم عن الأنشطة الاقتصادية لقارة أمريكا الجنوبية، الزراعة الجزء الثاني. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يستنتج أهم المحاصيل الزراعية في قارة أمريكا الجنوبية، يوضح أهم المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية في قارة أمريكا الجنوبية، يقترح حلولاً لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في قارة أمريكا الجنوبية. عزيزي الطالب، والآن نكمل الجزء الثاني من درس الزراعة في قارة أمريكا الجنوبية. من خلال الصور التي أمامك وبالاستعانة بالكتاب المدرسي صفحة 122، تعالوا نستنتج معا أهم المحاصيل الزراعية في قارة أمريكا الجنوبية. تعبر الصورة الأولى عن محصول، نعم القمح، نعم الأرز، الذرة، الشوفان. جميع هذه الصور تعبر عن الحبوب الغذائية، أحسنتم. أما هذه الصورة تعبر عن قصب السكر، نعم بنجر السكر، وتعبر الصورتان عن المحاصيل السكرية، أحسنت. الصورة تعبر عن محصول القطن، وهو من المحاصيل النسيجية، أحسنت. وهذه الصورة تعبر عن محاصيل فول الصويا، نخيل الزيت، جوز الهند، وهي من المحاصيل الزيتية، أحسنتم. أما الصورة الأخيرة فهي تعبر عن محصول البن والكاكاو، وهي من محاصيل المنبهات، أحسنتم جميعا. أعزائي الطلاب، من خلال جدول إنتاج الحبوب الغذائية الموجود بالكتاب المدرسي صفحة 122، نلاحظ أن محصول القمح يبلغ إنتاج القارة منه 25.9 مليون طن، وتحتل الأرجنتين المركز الأول في الإنتاج، يليها البرازيل في المركز الثاني. أما محصول الذرة فيبلغ إنتاج القارة 160 مليون طن، وتحتل البرازيل المركز الأول في الإنتاج، يليها الأرجنتين في المركز الثاني. أما محصول الأرز يبلغ إنتاج القارة 25 مليون طن، وتحتل البرازيل المركز الأول، يليها بيرو في المركز الثاني. محصول الشوفان يبلغ إنتاج القارة 2.2 مليون طن، وتحتل الأرجنتين المركز الأول في الإنتاج، يليها شيلي في المركز الثاني. أعزائي الطلاب، نستنتج إذن من الجدول السابق أن القمح محصول زراعي شتوي، أولى دول الإنتاج هي الأرجنتين ونسبة إنتاجها 71% من إنتاج القارة، ويتركز الإنتاج في إقليم البمباس، ثم تأتي البرازيل في المرتبة الثانية. أما محصول الذرة فهو محصول صيفي، أولى دول القارة في الإنتاج هي البرازيل، وتنتج 61% من إنتاج القارة، ويزرع في أطراف البرازيل الجنوبية والشرقية. وتأتي الأرجنتين في المرتبة الثانية بنسبة 31%
من الإنتاج. وضح أهمية محصول الذرة في قارة أمريكا الجنوبية. يزرع للاستهلاك البشري ويستخدم كعلف للماشية. أما محصول الأرز فهو محصول صيفي، تم نقله عن طريق المهاجرون الآسيويون، وتعد البرازيل أولى الدول في زراعة وإنتاج الأرز، تنتج تقريبا نصف إنتاج القارة. لماذا تتركز زراعة الأرز في ولاية ميناس وساو باولو بالبرازيل؟ بسبب المناخ المداري وشبه المداري والموسمي الصيفي. وتأتي بيرو في المرتبة الثانية من حيث الزراعة بعد البرازيل. ثانياً، المحاصيل السكرية. قصب السكر هو محصول صيفي يزرع في السهول الساحلية المدارية الرطبة، وتعد البرازيل هي أولى دول القارة في الإنتاج، حيث يبلغ إنتاجها 89% من إنتاج القارة. بنجر السكر، تعد شيلي أولى دول القارة في الإنتاج بنحو 97% من إنتاج القارة. عزيزي الطالب، وصلنا الآن إلى المحاصيل النسيجية. القطن. تحتل البرازيل المركز الأول على مستوى القارة، حيث تنتج 82% من إنتاج القارة، وتتركز زراعته في الجهات الشمالية إلى أن توسعت ووصلت إلى منطقة ساو باولو بالبرازيل. رابعاً، المحاصيل الزيتية. فول الصويا تنتج القارة نحو 52% من الإنتاج العالمي، وتعد البرازيل أولى دول القارة حيث تنتج 62% من إنتاج القارة، يليها الأرجنتين في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج. نخيل الزيت إنتاجه قليل، لا يتجاوز 3.8% من الإنتاج العالمي، وتتركز زراعته في البرازيل وكولومبيا. نخيل جوز الهند يزرع في نطاق الشواطئ الرملية بالإقليم المداري الحار، حيث التربة والخصائص المناخية المناسبة لزراعته. تنتج القارة نحو 4.6% من الإنتاج العالمي، وتتركز زراعته على سواحل البرازيل، وتنتج البرازيل نحو 83% من الإنتاج في القارة. محاصيل المنبهات. البن والكاكاو تزرع في المناطق المدارية الحارة، وأولى دول القارة في الإنتاج هي البرازيل أحسنت، وتقدر نسبتها ب 69% من إنتاج البن بالقارة. عزيزي الطالب، من خلال الكتاب المدرسي صفحة 125، هيا نتعرف على المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة في قارة أمريكا الجنوبية. أولاً، نقص موارد المياه. تدهور التربة بفعل التعرية والافتقار إلى المغذيات. نقص الإنتاجية. أحسنتم عزيزي الطالب، اقترح حلولاً لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في قارة أمريكا الجنوبية. نعم، تحسين نظم الري، بناء السدود الصغيرة، استخدام الآلات الزراعية الحديثة، استخدام الأسمدة وبذور جيدة للزراعة، دعم الشباب الريفيين. أحسنتم أعزائي الطلاب، وصلنا الآن إلى الغلق الختامي للدرس. السؤال الأول،
أين تتركز زراعة محصول القطن؟ نعم، البرازيل، أحسنت. تحتل بيرو المركز الثاني في إنتاج محصول الأرز. ما هي أكبر دول أمريكا الجنوبية إنتاجا لبنجر السكر؟ شيلي، أحسنتم. عزيزي الطالب، وصلنا إلى نهاية الدرس. عليك الدخول على نظام إدارة التعلم LMS، وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم. ملاحظة، سيتم تسجيل الحضور من خلال الإجابة على السؤال. نشكركم وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.